تجربة السوبيا المصرية. خلونا نشوف. نجيب جوز هند مبشور ونضعه في الخلاط، نضيف عليه كوبايتين مية ونخلط المكونات، ودلوقتي ناخذ مية جوز الهند ونصفيها، وبعد ما صفيناه نرجعه في الخلاط مرة ثانية، ونضيف عليه كوبايتين حليب ونص معلقة كوب سكر، مدري ايش قلنا، ربع معلقة فانيليا، نص معلقة كريم شانتي، أنا ما عنديش كريم شانتي، خط دريم ويب، ونخلط الحاجات دي كلها مع بعضيها، وادي السوبيا صارت جاهزة، سوبيا برغوة كمان، بس أنا مش عارف أنتوا بتسموها سوبيا ليه طالما هي مش سوبيا. ده حليب بجوز الهند مش سوبيا. سوبيا عندنا حاجة تانية، هنقربها بعد الفطار ونقول بسم الله. الحمد لله، طعمها حلو فنان مضبوط، لكن لا تسمونها سوبيا، السوبيا تختلف، هذا حليب على جوز الهند وفانيليا، من وين جاء سوبيا؟